ذكرت سابقا موضوع الركوب، مكان مفتوح وركوب مكان مغلق. ذكرت ان المكان مفتوح بشكل عام اصعب مقارنه للشخص بنفسه. يعني لو جاك شخص يركب صاحب مكان مغلق اداء او وضعه اصعب واهم واحسن من شخص يركب مكان مفتوح وشغله خاطئ او ركوبه خاطئ. لكن لما تقارن الشخص بنفسه اذا ركب برا عاده اصعب لان الاختبارات اكثر بكثير، واذا ركب جوا عاده اسهل لان الاختبارات اسهل بكثير. فسواء الركوبه خطا او صح سيستمر خطا او صح برا او جوا، لكن جوا اصعب لك اسهل لك عاده، برا اصعب لك عاده في استثناءات ذكرت سابقا المقاطع. ولكن في نقطه مهمه جدا وهي المهمه هي مصطلحات. ذكرت سابقا موضوع المصطلحات اغلبها جديده، يعني فرضا افحام ما كنا نقول سابقا، نقول تطبيق حصان شعبي ما كان اسمه حصان شعبي، حل في مسدله خيم مسدله خيم واهو خيم واهو، ركوب شعبي اسمها بكثرة حاليا، احنا ما نسميه ركوب شعبي، ركوب بس او ركوب شعبي ركوب الشعب يعني. فليصير اللي احنا نسميه ركوب مكان مفتوح ركوب نوادي، اللي ربعنا حاليا يسمونه او الجيل الجديد يسميه ركوب نوادي وركوب شعبي او ركوب ميدان وركوب شعبي سنة ما شئت. خلينا نقول اللي يركب خطا هنا وهنا موجود، ويركب صح هنا وهنا موجود. اللي يركب صح في مكان مفتوح اثبت صحه ركوبه اكثر من يركب صح في مكان مغلق لان وضعه اصعب، واللي يركب خطا في مكان مفتوح اثبت جوده ركوبه مع ركوبه خطا اكثر من اللي يركب خطا في مكان مغلق لان الاختبار اصعب. فعلى الاقل ركب حصان حتى لو كان ركوبه خطا استعداد النفسي اقوى، موهبته واضح انها اقوى، استعداد المهاري واضح انها اقوى، توازنه واضح انها اقوى بدون ادوات، صح فاقد التحكم، صح ركوبه خطا، بس عندك عده اشياء اكثر الناس ما يسويها. لكن لما تركب خطا ومكان مغلق على ما قالوا يسمى مصطلح عبد صلاح، لا انت بيتحكم في الحصان ولا في اختبارات ولا شيء، فقط تقلد الاجانب. وهذه النقطه المهمه، بعض الناس يعتقد ان يركبون ركوب العشوائي خلينا نسميه ركوب العام، ركوبهم اغلبهم ركوب خاطئ ما في تحكم، وان اغلب اللي يركبون بادوات معينه يركبون فيها الاجانب سواء مكان مغلق او مفتوح، والغالبيه مكان مغلق يركبون ركوب الاجانب. هذا لا اقصده ابدا، انا اقول اللي يركبون خطا يركبون خطا جوا او برا، ما حد منهم يركب زي الاجانب لما جابوا نتائجهم. والاجانب اللي يركبون صح قله، زي دريساج، زي الى حد ما كروس كانتري، زي الطريقه الامريكيه او الغربيه او الاسبانيه. اما باقي الاجانب مترديه ونطيحه، لكن مترديه والنطيحه عندهم ما زال ركوبهم مقبول مقارنه بخطا بعض اللي عندنا. ولكن لما يركب الشخص بادوات الاجانب وبزي الاجانب وبخطوات تدريب الاداء جانب بدون فهمها بدون تطبيقها بالشكل الصحيح، لا يعني انه يركب بطريقه الاجانب. من اللي يركبون من الميادين او الكومات المغلقه سواء مدرب او متدرب، من كل 10 كم واحد شفته يسوي نتائج اللي يركبون صح في الطريقه الامريكيه او الاوروبيه؟ كلينتون هاندرسون، موتي روبرت، كاكتورالي، بابلو هرموزا في اسبانيا الى اخره. جيب لي واحد من اللي يركبون عند الاماكن المغلقه ويقلدون هؤلاء جابوا نتائجهم. بينما اللي يركب مو بصح، يركب اللي يركب صح، يركب صح يجيب نتائج الاجانب بالضبط، اللهم شكله زي سعيد وسعيدان ومظهره زي سعيد وسعيدان وليس زي جون ومارك. لما يجيني واحد مظهره زي جون ومارك لكن نتائجه زي سعيد وسعيدان مثلا شيء. لكن هذا موضوع اخر تكلمت عليه سابقا. اللي يركبون خطا في اماكن مفتوحه، خطا يسمونه ركوب الشعبي او اللي هو اماكن مفتوحه، يجيبون النتائج يجيبونها الاوروبيين والاسبان وغيرها اكثر من الاماكن المغلقه. يركبون النوادي يعني كلهم خطا، بس على الاقل ذا جاب شكليا التشنيع، جاب شكليا القمص، جاب شكليا التربيع ووقف الاداء، صح خطا بس بالنهايه جاب نتائج مقاربه لهم. اللي يركب صح سواء مكان مغلق او مكان مفتوح جاب كعاتهم احسن منهم، جاب الرجوع الخلف احسن منهم، رد الحصان وقت الاختلاف اكثر منهم، جاب نتائج التحريك والتوقيف والتوجيه بدون ادواتهم، هو مو بس احسن منك احسن منهم اصلا. اللي يركب اماكن مغلقه وركوبه خطا وش جاب غير ان لبس لبسهم واستعمل بعض ادواتهم اللي مصنوعه في الهند مو في اوروبا يعني تقليد حتى الادوات، وطبق بعض خطواتهم، عطني نتيجه يسوونها تسوي طرق الركوب الاجنبيه، هل جابوا لمه الجسم الصحيحه؟ هل جابوا اللفات الضيقه الصحيحه؟ هل جابوا الرجوع الخلف الصحيح؟ هل جابوا الترت الممدود في الدريساج الصحيح؟ هل جابوا وضعيه التقويس الصحيحه اللي تؤدي الى خفه الرقبه؟ هل جابوا التحكم التام؟ وليس انتقاد وليس ابداء راي في طرقهم ادرى، ولكن هذا يوضح انا كلامي لما اقول ان الركوب الغربي او الاجنبي لا اقصد فيه اللي يقلدونه، انا ما ارى ان اغلب العرب اللي يقلدون الاجانب يركبون ركوب الاجانب، هذا مقلد ليس مطبق، معجب بطريقه صحيحه احسن لما يعجب بطريقه هذا لا شك فيه، بس ما جاب نتائجهم. ليس هذا اللي انا اقصد لما اقول القفل والصحه، لا انا اقصد الراس الكبير لما اقول حصان وقت الاختلاف ينطلق، ما اقصد ينطلق مع اللي يقلدهم مع نوادي الركوب، هذا حصان لو شاف ظل انطلق، انا قصدي الماستر الكبير نفسه بالطريقه الامريكيه دريساج الطريقه الفرنسيه قدامك في البطوله انطلق، شلون اللي يقلد اللي يقلد اللي يقلد اللي يقلد اللي يقلد اللي يقلد اللي يقلدهم. انت شخص مبتدئ ركز في النقطه هذه مهمه جدا،
كنت اقولها واحد فقلت فرد على تعليق فقلت او سؤال فقلت اقولها في المقطع اللي تعمل فايده واللي وثقت الفكره. انت لما تركب في نادي ركوب انت اسير معلومات خاطئه، سواء نادي ركوب برا وهنا، حتى لما قصدي برا قد يكون معلومات اصح شوي، انت اسير معلومات خاطئه، الحصان مدرب خطا، اغلب المعلومات اللي تجيك من يعني اثناء التدريب خاطئه، الحصان مركوب من قبل عده اشخاص اخرين، فيلام الشخص ذكرت سابقا في المقطع، يلام الشخص نفسه ويلام الحصان، واخر من يلام المعلم او المكان نفسه. والواقع ان الحصان مدرب خطا، فما يمكن تلوم الاخطاء اللي فيه منك انت او من الشخص اللي ركبه، المتدرب طبيعي يقع فيه اخطاء، والحصان مدرب خطا فتكون الاخطاء واضحه اكثر. السبب الرئيسي يقع على سوء تدريب الحصان، طبعا نفس المكان اللي هو فيه، وان المدرب نفسه ما يوضح للمتدرب ان البلا ترى من تدريب الحصان وليس منك انت، فيصير الشخص يستمر سنين في دوامة يعتقد ان البلا منه او من الحصان، وابرأ اثنين في السالفة او القصة هو الحصان، ان البلاوي اللي في الحصان مو من الحصان، من سوء تدريبه، والبلاوي اللي فيه هو منها متوقع الجميع يمرون فيها وعلى رأسه من المدرب. البلوى اللي ما يتم الكلام عنها هي سوء تدريب الحصان، وجعل الحصان مدرب خطأ يتعلم عليه متعلمين او متدربين، وما ذلك يقنعونهم انهم هم المخطئين، فيستمر اسير لهذه المعلومات الخاطئة لين بشكل او باخر يطلع من المكان هذا. ثم يركب حصان خاص ويحاول يتحكم فيه ويتضح لأن 90% مما تم تعلمه خاطئ. فباختصار لن تعرف الصح لين يكون الحكم على حسن ركوبك من عدم الحصان وليس إنسان. الحصان نفسه يقول لك شغلك خطأ بشنة، أضبط شغلك ما عندي مشنة. وش الحكم من شغلي صح؟ طبعا تشنيع. حصاني حرق ما حد يركبه غيري، فكيت طبعا الحرنة إذا شغلي صحيح. حصاني ينطلق، فكيت طبعا الانطلاق إذا شغلي صحيح. أدوات أو غير أدوات، مكان مفتوح أو مكان مغلق ما تفرق. لكن لما تركب مكان مغلق وخيل باردة وبأدوات ومعلومات خاطئة وحصان ركبه 60 شخص غير ويقال لك إن البلاء من الحصان أو منك وتصدق، وين تتوقع توصل بالخيل؟ نعم إذا كان هدفك من النهاية إنك تسوي نفس الفكرة، يعني تعلم ناس مكان مغلق، يعني 20 سنة الحصان ما طلع من البدو، 20 سنة أنت ما طلعت من مكان مغلق، هذا موضوع آخر. لكن لما تبي تتعلم في أماكن غير، لما تبي تركب حصان عصي في مكان مفتوح بدون أدوات أو تعلم شخص يركب الحصان في الوضع هذا كيف يتحكم بالحصان، الإنسان حاله يقول لك شيء أسويه قبل ما تدخل في الخيل بتطورني فيه وانت بحياتك ما سويته، كيف حدث العاقل بما يعقل. فإن كان ولا بد الركوب في أماكن مغلقة أسر لن تعرف الحرية اللي تطلع منها بشكل أو بآخر، وركوب أماكن مفتوحة سواء صح أو خطأ دائما إثبات أقوى وأمتع للراكب وطبعا أمتع للخيل ما قبل طبيعتها. طبعا الصراحة